Hello, my dear students. I am Mrs. Georgette, teacher of English. أحب أعرفكم بنفسي أنا Mrs. Georgette. لازم نبقى عارفين كويس جدا إن أنت اتنقلت من مرحلة مختلفة من المرحلة الإعدادي لمرحلة الثانوي. لازم تبقى عارف إن في اختلافات كتيرة جدا في أسلوب المنهج، في أسلوب المذاكرة، في أسلوب الامتحانات. أولا طبعا أنت هتمتحن عن طريق التابلت، كل الأسئلة هتبقى MCQ. طبعا في جزء مقالي اللي هو الإسي اللي أنت هتكتبه. في حاجة جديدة عليك خالص السنة دي اسمها translation، يعني انت بتترجم من انجلش عربي من عربي لانجلش، فده معناه ان انت لازم يبقى عندك مجموعة vocab كتيرة جدا، والجرامر بتاعك الستركتشر لازم يكون مظبوط، وده بقى اللي احنا هنبدأه مع بعض السنة دي. انسى كل اللي حصل السنة اللي فاتت، حتى لو انت مش متعود ان انت تكتب جملة مظبوطة، لو انت كلمات بتوه منك، لا، عن طريق بقى المتابعة بتاعتنا ان شاء الله هتعرف ازاي تكتب جملة مظبوطة، جملة سليمة، ازاي تقدر تختار الجملة المظبوطة في الترانسليشن. ان انت يبقى عندك الاسئلة MCQ، يعني هيجي لك الجملة مثلا من عربي وانت مفروض هتترجمها للانجليش، يبقى عندك اربع جمل انجليش مفروض ان انت بتختار الجملة المظبوطة. ممكن تلاقي الاربع جمل زي بعض، هتلاقي الاختلافات في حاجات بسيطة، فده برضو بقى هيحتاج منك تركيز اكتر. ده بقى اللي احنا هنتدرب عليه السنة دي ان شاء الله. عندنا طبعا 6 يونتس في الترم الاول، 6 يونتس في الترم الثاني، كل يونت مصحوب بعد كده تشابتر من الستوري. انت لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي هتبقى مطلوب ان انت تحفظ كل الكلمات اللي موجوده في الستوري. هنعرف برضو دروس الجرامر اللي موجوده عندنا يونت باي يونت. دلوقتي هنبدا مع بعض ان شاء الله. اول يونت علينا السنه دي اللي هو جيتنج اواي، اليونت بتاعنا اسمه جيتنج اواي. هنشوف بقى الفوكاب اللي موجوده عندنا. لو انت الفوكاب اللي موجوده عندنا دلوقتي وهنقولها انت عارفها، اوكي. لو انت مش عارفها هات بقى معايا دلوقتي كوبي بوك واكتب معايا كل الكلمات الجديده اللي انت مش عارفها. اي حاجه جديده انت مش عارفها اكتبها كده ديكشنري كده ليك، ان انت تبقى تحفظ كلمه جديده، عشان ده هيساعدك بعد كده للترانسليشن اللي احنا هنشتغل بيها ان شاء الله. نشوف اول كلمه عندنا ايكو توريزم. ايكو توريزم، طبعا انت المفروض عارف ان كلمه توريزم لوحديها ده سياحه. طبعا لازم بقى تبقى عارف حاجه اسمها ديريفاتيفز، وده سؤال مهم جدا انت هتتسال فيه. في حاجه اسمها ديريفاتيفز. ديريفاتيفز يعني ايه؟ يعني مشتقات الكلمه. يعني لازم تبقى عارف النون للكلمه ايه، الادجكتيف بتاعها ايه، طب لو في فيرب ممكن يبقى الفيرب ايه، طب لو ادفيرب هيبقى ايه. لو انا حطيت مثلا نهايات وبدايات للكلمه هتتحول تبقى شكلها ايه. فده سؤال بيجي لك مهم جدا، اسمه لو انا حطيت السافكس حرف كذا على الكلمه دي، ايه السافكس؟ ايه الكلمه الغريب ده؟ كلمه سافكس يعني انت حاجه بتحطها في اخر الكلمه هتغير لك الكلمه تماما، ممكن تبقى فيرب بتتحول لنون او تبقى ادجكتيف وهكذا، تمام؟ ممكن حاجه اسمها بريفكس. بريفكس يعني ايه؟ يعني كم حرف اول الكلمه برضو غير لك من شكل الكلمه دي تماما. يعني انت مثلا عارف ان كلمه توريزم لوحدها كده سياحه، اجي انا حطيت كلمه ايكو. ايكو دي جايه من ايكولوجي. ايه الايكولوجي دي؟ ايكولوجي يعني البيئه. لكن لما جيت انا اخدت كلمه ايكو وحطيتها جنب توريزم بقت اسمها السياحه البيئيه. يبقى دي كلمه كده جديده علينا السنه دي نبقى عارفين معناها ايه. يبقى ايكو توريزم سياحه بيئيه. يبقى توريزم لوحدها كلمه معناها سياحه، ده نون. لما جيت اضفت عليها ايكو، ايه الايكو دي بسميها ايه؟ بسميها بريفكس. يعني ايه بريفكس؟ يعني حروف في بدايه الكلمه بتغير لي من معنى الكلمه ده تماما. يبقى انا اول حاجه عندي اسمها ايكو توريزم سياحه بيئيه. الكلمة اللي وراها عندي كلمة provide. provide يعني يقدم أو يزود. ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، لو أنا جيت كتبت بعد كلمة provide في عندي prepositions. يعني إيه prepositions؟ يعني حرف الجر. إيه حرف الجر ده؟ for، in، on، at، of، into، after، before، كل دي بسميها prepositions. لو أنا زودت على كلمة provide كلمة for هيبقى ليها معنى، ولو انا زودت على كلمه provide with هيبقى ليها كلمه تاني او معنى تاني مختلف. فور اكزامبل مثلا اقول لك the school provides the students with tablets، يبقى انا المدرسه ادت للطلبه tablets. تعالى كده نغير شويه من الجمله، اقول the school provides tablets for the students. يبقى انا هنا امدت التابلتس لمين؟ للستودنتس. يبقى كلمه فور ويز خلتني غيرت النون اللي عندي، قلت جمله ذا سكول بروفايدز ذا ستودنتس ويز تابلتس، لكن جمله ثاني بقول ايه؟ ذا سكول بروفايدز تابلتس فور ذا ستودنتس.
يبقى ناخد بالنا من شكل الجمله، امتى استعمل فور وامتى استعمل ويذ. طبعا كل ده هنتدرب عليه دلوقتي من الاكسرسايز اللي احنا هنشتغل عليه، بس نتعرف الاول على الكلمات وبعد كده واحنا بنحل الاكسرسايز هنفكر نفسنا تاني بالحاجات دي. طيب قلنا كلمه ايكولوجي يعني البيئه، تعال بقى اقول لك اديني سينونيم لكلمه ايكولوجي. ايه السينونيم دي؟ شوف احنا عمالين ناخد كام كلمه زياده كده السنه دي، خلي بالك انت هتتسال فيها. يعني يجي يقول لك ايه السينونيم لكلمه كذا، ايه الدريفاتيف مثلا من الكلمات اللي عندنا لكلمه كذا، طب لو حطيت البريفكس كذا على كلمه كذا هيتحول ايه، طب لو حطيت السافكس على الكلمه دي هتتحول ايه، وهكذا. يبقى لازم المسميات دي انا بكون عارفاها. كلمه سينونيم يعني ايه؟ يعني مرادف. سينونيم يعني مرادف، يبقى انا عايزه مرادف لكلمه ايكولوجي، مرادف اللي انت عارفها باللغه العربيه، يعني عايزه معناها خلاص الميننج بتاعها. كلمه ايكولوجي دي البيئه، طبعا احنا عارفين كلمات كتيره للبيئه، طبعا ممكن نكون نسينا دلوقتي، لكن تعالوا كده نفتكر مع بعض ايكولوجي البيئه. يا ترى ايه من الكلمات اللي عدت عليها قبل كده بمعنى البيئه؟ كلمه ايه؟ برافو، كلمه انفايرمنت. يبقى انفايرمنت كلمه البيئه، معنى تاني الايكولوجي. يبقى ساعات يجيب لي كده في السؤال يقول لي ايكولوجي ليها سينونيم ويديني اربع اختيارات، وانا المفروض اختار. يبقى كلمه انفايرمنت من الكلمات اللي هي ليها نفس معنى البيئه. انا بس بعرفك طريقه الاسئله ممكن تيجي ازاي عشان نبقى فاهمين الدنيا فيها ايه. عندي ليميتد يعني محدود، طب هات لي كده الانتونيم لليميتد. ايه الانتونيم دي؟ كلمه غريبه تاني احنا لسه مش عارفينها. انتونيم يعني عكس، يعني الاوبوزيت للكلمه. يبقى انا عايزه اوبوزيت لكلمه ليميتد. ايه الاوبوزيت لكلمه ليميتد؟ unlimited. يبقى انا حطيت prefix حرف اليو والان، يبقى انا حطيت هنا حرف اليو والان على كلمه limited، خلتني اديتها غير محدود، يبقى اداني الايه؟ الاوبوزيت للكلمه اللي موجوده عندي، الاوبوزيت للكلمه اللي موجوده عندي اللي هو اسمه ايه؟ انتونيم. طيب عندي حاجه تاني isolated. ايه isolated؟ يعني منعزل. لما يبقى في بيت مثلا في الصحراء لوحده كده مفيش حواليه بيوت تانيه خالص اسمها isolated. تعالوا بقى في حاجه كده تانية، لان احنا بنجيب مثلا في الاختيارات كلمات كده مشابهه لبعض في الايه؟ في السبيلنج. فمثلا كلمه isolated لو انا كتبت، بصوا الكلمه اللي هكتبها فوق دي insulated. ايه insulated دي؟ واخدين بالكم كده فيها تشابه ما بينها؟ فدول بيجوا كده في الاختيارات. insulated يعني برضو معزول، بس معزول عن الكهرباء، يعني وايرز اسلاك معزوله عن الكهرباء، فبسميها ايه؟ انسيوليتد. يبقى دي خاصه بالوايرز بالسلوك، لكن ايزوليتد دي منعزل، مثلا بيت منعزل. تمام؟ يبقى دي كده حاجه ثانيه، يبقى دي كده حاجه ثانيه نتعرف عليها. انفايرمنت اهي لسه الكلمه اللي احنا كنا بنقولها انفايرمنت، يبقى البيئه اللي هي كلمه ايه؟ زي كلمه ايكولوجيست قلنا اسمها ايه؟ سينونيم. تمام؟ عندي كمان كلمه امباكت، تعال بقى ركز معايا. امباكت يعني ايه؟ تاثير. هل في سينونيمز لكلمه امباكت؟ يا كتير جدا. ايه بقى السينونيمز لكلمه امباكت؟ ها حد يفتكر كده ويقول معايا؟ برافو. اول كلمه عندي كلمه افكت. افكت ادي اول كلمه، افكت يعني تاثير. طب تعالوا بقى كده لو انا لغيت الاي خليتها ا يعني افكت، يبقى هنا خليتها فيرب، ضرب يؤثر، يبقى افكت تاثير لكن افكت يؤثر. طب هل يا ترى في معنى تاني لكلمه يؤثر او تاثير؟ عندي الكلمه دي انفلونس. انفلونس دي برضو معناها تاثير. تمام كده؟ يبقى عندي افكت تاثير، عندي انفلونس تاثير، عندي امباكت تاثير، كل دول بنسميهم ايه؟ سينونيمز. تمام؟ برافو. طيب نشوف الكلمة اللي وراها educate، يربي يعلم، طبعا جاي من كلمة ايه؟ education تعليم او تربية. endanger ده verb، endanger يتعرض للخطر. طب تعالوا كده نحط كده جنبها ed endangered. endangered يعني ايه؟ معرض للخطر. يعني مثلا عندي نوع من انواع حيوانات معينة species فصائل معينة معرضة للانقراض، يعني بتختفي مثلا، بيحصل لها يعني بيصطادوهم من الاماكن بتاعتهم لغايه ما بينقرضوا، فدي بسميها ايه؟ endangered معرض للخطر. عندي بعد كده كلمه conserve. conserve يعني ايه؟ يعني يحفظ. طيب لما اجي احط لها ايشن، ايه الايشن دي؟
يلا فكروني كده، احنا اتفقنا لما نبقى في حروف في اخر الكلمه دي بسميها ايه؟ بسميها السافكس. يبقى التي اي او ان لما اتحطت على اخر كلمه كونزرف اتحولت لنون، يبقى دي كده فيرب، لكن ده ايه؟ ده كده نون. يحفظ وحفظ. مدغاسكر اللي هي دي بلد طبعا اسمها ايه؟ مدغاشكر. يلا الكلمه اللي وراها كلمه ايكو سيستم. طبعا احنا فاكرين اخذنا كلمه ايكو فوق اللي هي كلمه ايكولوجي اللي هي البيئه، برضو لما حطيت على سيستم بقى نظام بيئي. احنا عارفين ان سيستم لوحدها نظام، حطيت عليها ايكو اللي هي زي ما اتفقنا اسمها بريفكس، يبقى ده بسميها ايه؟ ايكو سيستم، يعني نظام بيئي. بروتكت يعني يحمي. طبعا بروتكت برضو ممكن اكتب وراه بريبوزيشنز كتيره. يلا نفتكر مع بعض، قلنا كلمه بريبوزيشنز يعني ايه؟ يعني فور، زي ايه مثلا؟ فور، with، in، on، at، كل دي بسميها ايه؟ بسميها بريبوزيشنز. يبقى انا عندي كلمه ايه؟ عندي كلمه بروتكت، تمام كده؟ بروتكت ممكن اقول فروم يعني يحمي من، تمام كده؟ بروتكت اجينست يحمي ضد، وهكذا. اكزيست يعني يوجد. طبعا اكزيت انا عندي اكزيت، لو انا شلت الاس دي اكزيت يعني مخرج، احنا حتى بنلاقيها في المولات كده واحنا موجودين بره، نلاقي كلمه اكزيت يعني المخرج من هنا. يبقى في حرف، طبعا حرف واحد بيتحط في الكلمه بيغير لك معناها ده تماما. انالايز يعني يحلل. تعال بقى قول لي عايز النوم بتاعها، يعني تحليل، اسمها ايه؟ analysis. طبعا بلغي الاي هنا وبكتب مكانها اي اس، analysis، تمام. طيب عندي كمان كلمه else اخر، or else، ممكن اكتب or else. عندي develop يطور ينمي. تعال بقى ركز في الكلمه دي، ليها derivatives كتيره جدا. مثلا develop لو انا كتبت عليها m e n t بقت ايه؟ development، يبقى معناها ايه؟ تطوير، وده كده اتحولت لايه؟ اتحولت لنوم. طب تعالى كده نلاقي حاجه تاني، بص كده معايا، developing. ايه developing دي؟ دي كده adjective. يعني ايه adjective؟ يعني صفه. لازم ناخد بالنا من المسميات دي ونعرفها كويس جدا، مهم جدا الكلام ده في ثانوي. developing يعني ايه؟ adjective. طب يعني ايه developing؟ يعني دول بتطور من نفسها، يعني ناميه بتحاول تطور من نفسها، زي ايجيبت اقول از ا developing country. لكن عندي adjective ثانيه باخرها اي دي، developed. developed يعني ايه؟ يعني بلاد متطوره، زي امريكا مثلا اقول از ا developed country، تمام كده؟ وبرده دي بقول عليها ايه؟ بقول عليها adjective، تمام كده؟ طيب alone يعني بمفرده. تعالى كده قول لي ايه الفرق ما بين alone واللونلي. طبعا كل الكلام ده لازم نبقى عارفينه لانه بيجي كله في الاختيارات في التشويس بتاعنا. alone يعني لوحده، I sit alone يعني انا قاعد لوحدي، لكن I feel lonely. يعني ايه feel lonely؟ يعني انا بشعر بالوحده. يبقى كلمه lonely هنا وحده، وحيد يشعر بالوحده، تمام. طيب عندي balcony، طبعا بلكونه شرفه. دايف يغوص. طب لو انا حطيت ار دايفر غواص، يبقى كده انا حولتها لنون، يبقى الفيرب حولته لايه؟ حولته لنون، تمام. عندي بعد كده كلمه اكشوالي يعني بالفعل، ستيك يعني يلتصق. تعالوا كده نلاقي الباست بارتيسيبل بتاع ستيك ايه؟ ستك. ستك يعني ايه كلمه ستك؟ فاكرين وقت الكورونا كنا قاعدين في البيت مش قادرين نتحرك بره، خايفين لا نتعدي، فكنا بنقول ايه؟ I'm stuck at home. I was stuck at home. يعني أنا موجود في البيت محبوس. يبقى هنا كلمة stick يلتصق، يعني موجود في مكان مش قادر أتحرك منه. ولو أنا مثلا بحط ستيكر، ستيكر، ستيكرات اللي بحطها كده بلزقها، تبقى حاجة ملزوقة. يبقى I'm stuck at home معناها إن أنا إيه؟ محبوس، مش قادر أتحرك من البيت. تمام؟ طيب. عندي بعد كده نشوف مع بعض تاني. هنا الكلمة اللي وراها سيك يعني مريض. طبعا كلنا عارفين ان في حاجة تانية اسمها ill، مريض. هنعرف برضو بعدين الفرق ما بين كل الكلمات دي. sickness مرض، sickness مرض. close to زي illness، ما هي ill مريض، illness مرض برضو. close to يعني قريب من، اتنين مثلا قريبين من بعض. lean يعني يستند، بركن نفسي كده على حاجة يستند، lean. spicy طبعا اللي هو لازع، الحاجات اللي فيها البيبر الفلفل. سوين اب، سوين اب يعني ينتفخ، مثلا حاجه حصلت معايا اتخبطت اي حاجه فورمي فاسمه سوين اب. طب متورم يعني ايه؟ سوالن، سوالن، تمام، دي معناها متورم منتفخ بسبب التهاب مثلا انفلاميشن.
سوفونير تذكار، انا بروح مثلا مكان وبحاول ان انا اجيب لحد من اصدقائي هديه معينه فاسمها ايه؟ سوفونير تذكار افتكر بيه المكان. بعد كده كلمه اوي يعني ايه؟ بعيد. طبعا في ران اوي يهرب، في جيت اوي الهروب، في بقى كلمات ثانيه بكتبها مع كلمه ايه؟ اوي. تمام. طيب نيجي بعد كده للسكند كولم، عندي كلمه كوست يعني ساحل. تعالى بقى كده نشوف لو انا حطيت كلمه ال كوستال يبقى دي بسميها سافكس، دي كده بسميها سافكس. قلنا سافكس يعني ايه؟ يعني كلمات بحطها في اخر الكلمه بتغير لي من الديريفاتيف بتاعي. كوست ساحل ناون، جيت كتبت لها اي ال فبقت كوستال فبقت ساحلي، فتحولت لايه؟ اتحولت لادجكتيف لصفه. المكان ده مكان ساحلي صفه. نيتشر الطبيعه، تمام؟ برضو نفس الكلام، لو انا حطيت اي ال ناتشرال يبقى ده طبيعي، تمام؟ برضو اتحولت لادجكتيف، يبقى كده ناخد بالنا ان الاي ال لما تتكتب في اخر الكلمه بتحول لي الكلمه للادجكتيف، يبقى دي نعرفها من ضمن الحاجات. في طبعا حروف مميزه بحطها على نهايه الكلمه بتحول لي الكلمه دي من نون او فيرب لادجكتيف زي الكلمات اللي ايه؟ اي ال، تمام؟ ناتشرال نفس الكلام اهي، ناتشرال طب برضه نفس الحكايه طبيعي اللي احنا لسه كاتبينها. كورال دي بتيجي على بعضها بقى، كورال ريفز. يعني ايه كورال ريفز؟ يعني الشعب المرجانيه، شعب مرجانيه. طبعا دي موجوده كده صخور موجوده في الميه ليها شكل معين فبسميها ايه؟ شعب مرجانيه. ماتيريال مواد خام، تمام. جو دايفنج يعني يغوص. افويد يتجنب، وناخد بالنا من حاجه مهمه جدا جدا. يجي لي مثلا في كلمات او في جمل avoid to run avoid running، يا ترى ايه الصح؟ avoid من الكلمات اللي انا بكتب وراها ing، يبقى الفيرب اللي عندي اللي بعد كلمه avoid هيبقى ايه؟ ing. avoid running avoid sleeping avoid walking، يبقى الفيرب avoid من الكلمات اللي بيجي وراها ing، تمام. damage يعني يتلف، خلي بالك انا ممكن تبقى noun. damages يعني حاجات خسارة، تلف، تلفيات حصلت، خراب حصل. damages يعني ممكن تبقى noun. طيب عندي اكوادور، طبعا دي اسم مكان، اكوادور بلد. يونيك فريد من نوع متميز، اقول ده الولد ده يونيك، ده المكان ده يونيك يعني متميز، في حاجات كده مش موجودة في اي مكان تاني. تيرتل السحلفة. ميك شور طبعا ممكن برضو كلمة ميك دي اكتب مكانها بي، بي شور يعني متأكد، نفس الكلام نفس المعنى. sustain يعني يستمر، continue continue. اجي اكتب عليها اي بي ال اي، ها سمينا حاجات دي ايه؟ الهيات للكلمه بسميها suffix. sustainable sustainable ودي معناها ايه؟ مستمر، تمام. طبعا هنا ده verb يبقى ده كده verb، لكن ده ايه؟ ده noun، تمام كده؟ verb وnoun. طيب نشوف اللي بعد كده. island جزيرة، خدنا بالنا ان كلمة island انا دلوقتي عملت ايه؟ الاس silent. طبعا لما احط النقطة الفول ستوب تحت اي حرف ده بيديني ان انا ما بنطقهاش. island دي جزيرة. غير في حاجة تانية اسمها iceland، ايسلاند يبقى انا الاس لو غيرتها لسي يبقى دي مكان او مدينه متجمده، مدينه مدينه ثلجيه. اندونيسيا طبعا دي بلد. popular طبعا popular دي من الكلمات اللي بيجي وراها كلمه with، محبوب من الناس popular with، تمام. popularity ده النون اهو، يبقى عندي هنا شعبيه popularity، شعبي popular، يبقى دي كده adjective ودي كده noun. brilliant رائع، دي برضو adjective لازم ابقى عارفه كل كلمه دي noun ولا verb ولا adjective ولا adverb ولا ايه. طيب عندي كمان teenager مراهق اللي هو السن بتاعكم ده كده. طب ليه بسميه teenager؟ ايه كلمه teen دي؟ بصوا كده خدوا بالكم معايا، teen دي جايه من ايه؟ 13 14 15 16 17 18 19، يبقى من اول 13 ل 19 بسميهم teenager، خلاص. fascinating حاجه مبهره ساحره. awful بغيض.
بورد متضايق. تعالى بقى على الكلمه دي، ده احنا هنكتب لها حاجات كتيره جدا. في عندي مثلا كلمه بورد كده بي او اي ار دي، ايه البورد؟ اللي هي البورد دي، دي بورد. سو بورد. طب عندي حاجه تاني، عندي كده برود، ايه برود دي؟ واسع، برود واسع، تمام. طيب عندي ايه كمان؟ عندي ا بورد، ا بورد. ايه الابورد ده؟ على متن او على سطح. يعني اقول مثلا ابورد ذا شيب، يعني على سطح السفينه. ابورد ذا ترين، على سطح الترين. ابورد ذا بلين، على سطح البلين، وهكذا. تمام. عندي كمان، عندي كمان اون بورد، اون بورد نفس معنى كلمه ابورد، على سطح او على متن. تمام. طيب يبقى كل الكلمات دي لازم نكون ايه عارفينها. ديرتي قذر، فيلذي ليها معنى تاني، فيلذي، فيلذي قذر، مكان مش نظيف. طب القذاره نفسها ايه؟ ديرت، ديرت. تمام. فولنتير متطوع، متطوع. طب فولنتري لو انا لغيت ده كتبت مكانها اي ار واي، فولنتري تطوعي، او الفولنتري ورك يعني عمل تطوعي، يبقى انا حولتها لايه؟ حولتها لادجكتيف. تمام. طيب ري بيلد، ناخد بالنا ان كلمه ري دي، ناخد بالنا ان كلمه ري بمعنى الار اي دي اجين، دي معنى اجين. اي ار اي، ري رايت يعني عيد كتابه، ري بيلد يعيد بناء، يبقى الار اي دي بمعنى اجين. تمام كده، يعيد بناء. بعد كده عندي كلمه باث، باث يعني ممر، طبعا غير كلمه باس، باس يعني يمر. عندي لود حموله، لود، عارفين لو انا حطيت لها اس، لودز، لودز دي معناها ايه؟ معناها a lot of، بمعنى a lot of. عندي لتس اللي هو الخس، الاكله الخضار الجرين اللي احنا بناكله. طيب ناخد الثيرد كولن اللي هو كلمه destination، يعني الجهه المقصوده، المكان اللي انا رايحه فيه، destination. وايلد لايف يعني الحياه البريه. مين يقول لي الانتونيم لكلمه وايلد لايف؟ نفكر كده مع بعض. وايلد لايف، نفكر كده، ناخد بالنا كده منها. وايلد لايف يعني الحياه البريه. عندي بقى حاجه اسمها، بصوا كده، الحياه البريه يعني بره في الصحراء، يبقى عكسها الحياه اللي جوه في البيت، اسمها دوميستيك، دوميستيك لايف يعني الحياه في البيت، الحياه اللي موجوده في البيت. دوميستيك بيت يعني البيت اللي موجود عندي في البيت، قطه، كلب صغير موجود عندي في البيت فبقول عليه دوميستيك بيت. لكن لما يبقى موجود بره اسمها وايلد بيت، وايلد بيت زي القط البري مثلا، خلاص الكلب الصحراوي، الحاجات اللي تقعد في الصحراء او بره في الشارع اسمها ايه؟ وايلد لايف، الحياه البريه. تمام. طيب عندي انكلود يعني يشمل، تعالى بقى معايا على كلمه انكلود دي. انا عندي حاجه اسمها يشمل برضه بمعنى كونسيست اوف، يحتوي على، بمعنى كونتين، يحتوي على. طب يا ترى ايه الفرق لو قولي في الكلام؟ برضه هنعرف الفرق ما بينهم. دراجون، دراجون تنين. بيتش شاطئ. بينك اللون الوردي. تمام. طيب اكزوتيك، اكزوتيك يعني حاجه غريبه، سترينج، او شخص غريب مثلا برضه على مكان اقول عليه سترينج، اكزوتيك. ليمر ده نوع من انواع القرود، ده هندرسه في اليونت، لما نقرا اليونت مع بعض كده كلمه بكلمه هنلاقي فيه الكلمات اللي بنقول عليها زي اكوادور، نلاقي الكلمات زي ليمر، هنعرف الحاجات دي موجوده فين بالظبط، اندونيسيا. يا ترى ايه الحيوانات المشهوره في كل الاماكن دي؟ كيور فور يعني علاج لي، اقول مثلا ان في فاكسين معين ده بقى كيور فور للكورونا، في ماسك او تطعيم لمرض الكورونا. انتروديوس يقدم او يدخل حاجه. طب انترودكشن يعني انا لو عملت كده انترودكشن مقدمه او مدخل. عندي لوز قوانين. اذروايز والا، تعالى كده فكرني، فكرني، احنا قلنا في كلمه والا من الكلمات اللي كانت موجوده عندنا هنا، تعالوا كده نفتكرها مع بعض، اللي هي ايه؟ else و or else والا. تمام.
دي زي كلمة ايه؟ otherwise. اوكي؟ طيب نقول كمان أورانجوتان. أورانجوتان ايه الأورانجوتان ده؟ انسان الغاب. انسان الغاب ده كده قرد يعني شبه الانسان جدا في صوابع ايديه ورجليه، شكله كده هيئة الانسان، عشان كده بقول عليه انسان الغاب. أورانجوتان. disappear يختفي. طب يا ترى لو انا شلت الدس اللي هي البريفكس يبقى اداني ليه الاوبوزيت الانتونيم للكلمه اللي appear يظهر. عندي سبايدر العنكبوت، بايت يعض، طب الباست بتاعها ايه؟ بت. يبقى انا لو شلت الاي هيديني الباست الكلمه. طب الباست بارتيسيبل برافو بتن، احط تي اي ان بتن. تمام. طيب بعد كده عندي كلمه تريك. تريك يعني يعمل رحله، بس تبقى رحله شاقه، يعني مثلا الماونتنز في الجبال زي المعسكرات والكشافه. تريك. جيت لوست يعني توه، يضل الطريق. رين فورست الغابات الممطره، الغابات اللي بيبقى فيها امطار كتير. بعد كده اكسايتد يعني مسرور فرحان. ريزورت مصيف، ريزورت المصيف، ريزورت يصيف. ناخد بالنا من البرونسيشن، لو انا قلت ريزورت يبقى ده المصيف، ريزورت يصيف. جلاد. مين يقول لي سينونيم لجلاد من الكلمات اللي لسه قايلينها دلوقتي؟ برافو. كلمه ايه؟ اكسايتد، فيري هابي، فرحان، مسرور، جلاد. تايني صغير جدا. ريموت بعيد. طبعا عندي كلمه كلوز تو قريب، يبقى دول اسمهم ايه؟ انتونيمز. برافو. بلو يهب. طب يا ترى الباست بتاعها ايه؟ بلو. اكتب كده بلو، بصوا الباست كده. تمام. طب عايز اكتب الباست بارتيسيبل هتبقى ايه؟ بلون. بلون. يا ريت كل كلمه يا ولاد انتوا مش عارفينها واللي انا بقوله ده، او باست مثلا لو انت مش عارفه، مثلا انت عارف بلو لكن مش عارف الباست بتاعها او الباست بارتيسيبل بتاعها، يا ريت كل ده يبقى موجود معاك في كابي بوك وتكتب معايا كل الكلام ده. تمام. هيل التل. بيسفول هادي. كال. فورتشنت محظوظ. طب لو انا عملت كده فورتشنتلي اتحولت لادفرب. اتحولت لايه؟ ادفرب. امال هي فورتشنت لوحدها اسمها ايه؟ ادجكتيف. ادجكتيف. تمام. تمام. ورن يحذر. ريلاكسنج شيء مريح. تمام. طبعا احنا كده قلنا اول صفحه عندنا من الكلمات. ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان في الاونلاين احنا كل حاجه هتبقى موجوده عندنا هنا على المنصه ان شاء الله، منصه ذاكر، وهيبقى فيه متابعه، هيبقى فيه هوم ورك، هيبقى فيه كويز في اول الحصه على الحصه اللي قبلها هتتصحح طبعا على طول. برضو ان شاء الله هنحاول نعمل مع بعض حصه لايف، بحيث ان لو في اسئله عندكم نقدر نسال ونجاوب مع بعض فيها. يبقى هتلتزم يعني، هيبقى فيه هوم ورك، هتلتزم يبقى فيه كويز في بدايه كل حصه. فمن فضلك الحاجه اللي تاخدها معايا تذكرها على طول، الهوم ورك اللي اقول عليه تعمل على طول، وهنبعت لبعض اللينكات اللي موجوده معانا علشان تبقى عارف الهوم ورك ده تقدر تجيبه ازاي، الكويز بتاعتنا تقدر تشتغل بيها ازاي، والتصحيح يبقى على طول مباشر في نفس الوقت اللي انت هتبعت فيه الهوم ورك والكويز ان شاء الله، والدرجه بتاعتك هتاخدها على طول. وزي ما اتفقنا ان كل شهر هنحاول نعمل حصه لايف علشان اقدر ارد على الاسئله بتاعتكم كده، نجمع الاسئله بتاعتنا علشان نقدر نشوف ايه اللي احنا عايزين نسال عليه وكده. تمام. يبقى ده كده اول بارت للفوكابلري اللي احنا بنتكلم فيه. نبدا دلوقتي لجزء من الجرامر لليونت اللي موجود عندنا.